اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما استودعناه في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في أحد كتبك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وارفع لنا به الدرجات. اللهم واجعله شافعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ من كل شر، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ومن دعوة لا تسمع، ومن أذن لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، ومن والاهم من الملاحدة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واجعل العاقبة للمتقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل أصقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم، اللهم وتقبل شهيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم افتح لنا من بركات السماء والأرض، اللهم افتح لنا من بركات السماء والأرض برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، قد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ربنا وقفنا ببابك الليلة، أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك، رفعنا إليك أكف الضراعة، فلا تردنا خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم حاجاتنا، اللهم فاقض حاجاتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.